احنا نادي القبر فضة مشتركين بدوري شهداء حماة. ان شاء الله وتعالى اليوم لقانا مع الفريق العنقاوي، وان شاء الله نحن نطمح على الافضل يعني. وهذا الدوري تمهيد للدوري التصنيفي. طبعا احنا شاركنا بالدوري الماضي والحمد لله احرزنا تقدم ووصلنا الربع النهائي بالدوري الماضي، وان شاء الله هذا الدوري راح نطمح للافضل، وان شاء الله وتعالى راح نحرز يعني نتيجه طيبه للفريق. جايين نحضر دوري بالغاب لفرق ضيع الغاب كلياتها، والشباب كلهم ان شاء الله يكون امورهم كويسه والله، وفي فرق وفي اقبال جمهور كويس والله، ما في ضيع يعني كل ضيع الغاب تقريبا مشاركه، منافسه قويه وبينقصنا بس يعني شويه دعم للاعبين وللملعب كمان. على جاي على المباراه يا مركز ولا حد عن المباراه يا مرام وين؟ كان جيع مباراة. مين عجبك من اللاعبي؟ كلهم لاعبين. الشريعة ود الشريعة ود كان جيع. نعم نحن هلا قايمين ببطولة في ريف حما، هي بطولة شهداء حما. البطولة يعني تحضيرها ممتاز، تحكيمها اكتسبنا وتلافينا نحن اخطاء التحكيم بالدوري الماضي. نعم كان هلا التنظيم نظامي 100% والامور ممتازه، الجمهور ما شاء الله على الجمهور، عم يحضر جمهور قوي بملعب التويني اللي هو ملعب شهداء الغاب وملعب قلعه المضيق اللي هو حاليا اللي احنا فيه. البطوله ممتازه تنظيميا، تحكيم اخلاق عاليه، الفرق ممتازه، يعني ما بينقصنا غير اسا بس الاشراف اكثر من هيك من الاتحاد الرياضي، الدعم الاكثر للانديه، الدعم للملاعب المتواجده في سهل الغاب في ريف حما عموما. يعني ان شاء الله ما مقدم الا الصوره الافضل والاحسن باذن الله عز وجل.